السلام عليكم حبايبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا النهارده معايا كابوريا اهي، هغسلها وهعملها قدامك اهو. شايفين انا بعمل ايه؟ كابوريا. اغسلها واعملها، بصوا لازم اغسلها حلو عشان الرملة والمية. كابوريا طازة طازة، بصوا كابوريا طازة. صل على النبي، جميلة جميلة طازة. شايفين حية بتلعب اهي، بتلعب. شايفين كابوريا. الاول بسم الله الرحمن الرحيم، بصوا هعمل ايه. ادي ايه؟ ادي البصل اهو مجهزه، يعني مخرطه ومجهزه. شايفين بعمل ايه؟ وادي الفلفل الاخضر، وادي الطماطم. شايفين بعمل ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وادي الملح اهو. وادي الكمون. وادي فلفل اسود. وادي فلفل اسود. شايفين بعمل ايه؟ ادي ايه؟ حته تومه، حته تومه. شايفين اقوم عاملاها كده 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 كده. شايفين بعمل ايه؟ عملتها في بعض اهي. بصوا بعملها ايه، فلفل على بصل على توم، شايفين، على طماطم. شوية زيت دي اعملها بطريقتي انا. اقوم ايه قلبه فيها ايه، الكابوريا كده، مش هحط لها ميه، دي هتطلع ايه ريحتها، هتقلب البيت. مش هحط لها ميه نهائي. عملها كده كده كده. بصوا الوقت اولع البوتاجاز وهحطها. شايفين بعمل ايه؟ الغطا اهو، تستوي بقى براحتها، راجعة لكم. بقى تغسل الطبقين دول.
الطبقين دول بدل ما بايت حاجه وسط. انا ما بحبش ابيت حاجه وسط في الخبز، شايفين؟ دلوقتي ايه هعمل ايه؟ سلطه الطحينه. ادي حته ثوم، سلطه الطحينه، حته ثوم وحبه طحينه. ادي الطحينه بتاعتي، دي حبه ملح. الفلفل على حبة كمون، على حبة شطة. شايفين بعمل ايه؟ على ليمونة، على ليمونة اهي. شايفين بعمل ايه؟ الطحينة. حبة مية وافضل اقلب كده. شايفين بعمل ايه؟ اهو شايفين يا حبايبي، بصوا سلطة الطحينة. الله ريحتها حلوة قوي. حبة مية تاني، شايفين؟ ادي الطحينة بتاعتي، حبة مية تاني عشان تحينة قوي. شايفين سلطة الطحينة اهي؟ خلصت اهي اهي. هتتحط مع ايه؟ مع الكابوريا. رجع لكم، بصوا رجعت لكم، بصوا الصلاة على النبي. خلاص كده استوت، انا هدفع عليها، ريحتها تحفة تحفة. الله شفتوا محمرة ازاي؟ بصوا بصوا محمرة ازاي، جميلة جميلة جميلة، تحفة 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 تحفة، جميلة. رجع لكم، بسم الله ما شاء الله. بصوا بصوا الكابوريا، جميلة جميلة جميلة، تحفة. بصوا عاملاها زي المشوية وريحتها تحفة تحفة تحفة. طبعا عملت سلطة الطحينة، ابني عايز ملوخية، عندي ملوخية بايتة من امبارح، قلت يلا واحد واحد طالب كابوريا وواحد طالب ملوخية، عملت سلطة الطحينة وكابوريا وحبة ملوخية. ده غدا ليه؟ ايه رأيكم؟ ايه رأيكم في الكابوريا النهاردة؟ اعملوا زي، والله جميلة جميلة جميلة. انا وريتها لكم مع بصل وثوم وطماطم وفلفل اخضر، طبعا كمون وفلفل اسود، حبكتها يعني من عنده. بصوا والله كابوريا جميلة جميلة جميلة، تحفة تحفة، مليانة ومبطرخة، جميلة جميلة. افتحها لكم اوريها لكم، شفتوا مبطرخة ازاي؟ يا سلام، بالصلاة على النبي بالصلاة على النبي، مبطرخة خالص خالص. بصوا
جميلة جميلة، تحفة والله تحفة، تستاهل بقكم. انا عايزاكم تشتركوا، تفعلوا لي الجرس وتشتركوا معايا وتعملوا لي لايك. ماشي حبايبي، ما تحرمش منكم يا رب. اتفضلوا معانا، اتفضلوا اتفضلوا، يلا باي باي.